السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس نتاع لافلاسيون في ليكونومي جينيرال اللي كيف ما طلبتوه بزاف وعدتكم انني غادي نديرو. اولا غادي نبداو في لافلاسيون بواحد لا ديفينيسيون. لافلاسيون هي لوغمونطاسيون جينيرال اي دورابل دي بري دو بيان اي سيرفيس. دونك واحد لا ديفينيسيون مفهومة و سامبل هي ملي كيطلع لو بري نتاع لي بيان اي سيرفيس. لما بالعربية هاد لانفلاسيون هي تضخم. دابا غادي نشوفو لي تيب ديال لانفلاسيون. كيما كتعرفو هاد الدراسة ديال لانفلاسيون يعني ما فيهش لي زانفورماسيون بزاف قدر ما فيه الحساب. تقريبا في ليكزامان دايما كيكونوا غير الحساب، ما كيكونوش لي ديفينيسيون، انك يطلبوا مثلا منك لي ديفينيسيون ولا تشرح لهم. اولا غادي نبداو بلا ستاغفلاسيون. Un fort taux d'inflation accompagné par un taux de chômage élevé. هذا مثلا تقدر تعطوك مثلا شي دوكيومون ولا شي دولة مثلا عندها لي ستاتيستيك ديالها يقول لك واش عندها لا ستاغفلاسيون ولا لا ديزانفلاسيون ولا ديفلاسيون. مهم، لا ديزانفلاسيون سي ان غالونتيسمون دو تو دانفلاسيون اونتر دو زاني. هاد لا ديزانفلاسيون كيكون ان غالونتيسمون ديال لو تو دانفلاسيون مثلا غير ما بين عامين او 3 سنين، مدة قليلة كيكون واحد الغالونتيسمون بشوية. أما لا ديفلاسيون سي لا بيس دورابل اي كونتيني دو نيفو جينيرال دي بري. لا ديفلاسيون يعني كتكون على دايما مثلا على واحد المدة ديال 10 سنين ولا 15 عام، و لو طو ديال لانفلاسيون هاوت. ودابا غادي نشوفو لا بارتي الأساسية واللي هي الحساب واللي هي لي ميزور دانفلاسيون او ماروك. اولا غادي نبداو بلي بي سي والطريقه باش نحسبوه. كما كتشوفوا الطريقه لي بي سي دي برودوي الومونتير فوا لا بونديراسيون دي برودوي الومونتير بلس لي بي سي دي برودوي نون الومونتير فوا لا بونديراسيون دي برودوي نون الومونتير لو تو سور 100. لي بي سي مثلا خرج لينا 117، دونك لا ليكتور غادي تكون بحال هكا. لو نيفو جينيرال دي بري ا لا كونسوماسيون اوغمونتي de 17% en 2017 par rapport à 2006 au Maroc. La lecture est par rapport à 2006 parce que c'est l'année de base. D'abord, il faut que nous calculions le taux d'inflation. Le taux d'inflation est le simple, il y a l'IPC 1 moins l'IPC 0 sur l'IPC 0, يعني العام اللي قبل، العام ديال اللي باغي تحسبو مثلا هاد العام كدير لي بي سي ديالو موان لي بي سي ديال العام اللي قبل سيغ لي بي سي العام اللي قبل فوا 100. مثلا خرج لينا 1.4% غتكون لا ليكتور بحال هكا. لو نيفو جينيرال دي بخي على كونسوماسيون اوغمونتي دو 1.4% ان 2016 بارابور ا 2015 او ماروك. يعني هذا كتكون ما بين عامين، العام اللي راك فيه والعام اللي قبل en 2016 par rapport à 2015. Mais je sais pas les PC par rapport à l'année de base. مهم دابا غادي نشوفو واحد ليكزارسيس باش تقدروا تحاولوا تفهموا مزيان هذا. جو بونس لا بارتي ديال لانفلاسيون اللي تحطت في 2015 في ليكزامان. كما كتشوفوا الطابلو شنو فيه اثرهم لي بي سي ديال 2014 اللي ما كاينش. Ou à vous le lisez les données en gras soulignées. Il y a une semaine, je vais vous le dire, mais au 21.3, l'indice des prix des produits alimentaires en 2013, ou la pondération, le coefficient de pondération de l'indice des prix des produits non alimentaires. Je vais vous le dire. هذيك لو نيفو جينيرال دي بري على كونسوماسيون دي برودوي اليمونتير اوغمونتي دو 21.3 ان 2013 بار رابور ا 2006 او ماروك. 2006 اللي دايم لاني دو باز اللي كنرجعو ليها. وغادي نفوتو ل 58.54 لا بونديراسيون. كنقولو لا سي لا بار دي ديبونس نون اليمونتير دون لو بيدجي دو كونسوماسيون توتال دي ميناج ماروكان. ولا نقدر ما نديروش لي ميناج total des Marocains s'élève à 58,54%. D'abord, on va voir le
اللي هو كالكولي لا دوني اون كونت دو تابلو اللي هو لي بي سي 2014. القاعدة كما تشوفوها اللي ديجا عندنا وغادي نعوض ونحسبه، كاين 120 فوا 41.46 بلس 108.7 فوا 58.54 سور 100، كتعطي لنا 113.38. و الى جينا هنايا ما طلبوش مننا نديرو لا ليكتور، بصح الى جينا نديرو لا ليكتور غادي تكون لو نيفو جينيرال دي بري على كونسوماسيون اوغمونتي دو 13.38% en 2014 par rapport à 2013. D'abord, sur le tel, il a calculé et lisait le taux d'inflation au Maroc en 2014. Le taux d'inflation est le cas de l'équipe qui a été fait. On va dire que PC a 113 moins 112,9 sur 112,9. Maintenant 0,42%. Ou la lecture est comme ça. Le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 0,42 en 2014 par rapport à 2013 au Maroc. هذه هي لا ليكتور، يعني هاد الدرس شوية ساهل ونتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا. الدرس الجاي ان شاء الله خليوا الاقتراحات في لي كومونتير، ولا عنده اي سؤال يرسلني هنا او لا في لافباج، وشكرا على المشاهدة.